من الفقرات الجميلة وتعودنا عليها فقرة عافيتك. أكيد الفقرة دي مهمة جدا لأنه من خلالها بنسلط الضوء على إرشادات كثيرة جدا، وأكيد نصائح مهمة مهمة كثيرة شديد بتهمنا نحن، إذا كانت في مجالات شتى، إذا كانت أكيد نصائح طبية أو إذا كانت نصائح تجميلية أو حتى نصائح اجتماعية. يمكن الفترة الحالية وإحنا قاعدين في البيت والعيد جاء علينا بتفاصيل ممكن نقول صعبة شوية، وأكيد ما كنا متوقعين في يوم من الأيام إنه نحن نقدر نتخلى عن صلة الأرحام خصوصا في العيد، لأنه من الحاجات الحلوة أكيد لما تصحى الصباح تلبس هدومك الجديدة وتاخذ العيدية من والدتك. أنا أخذت مبارها غايته 100 جنيه لأول مرة، يمكن ماما تديني لها، بهنيها أكيد بالعيد، بقولها كل سنة وانت طيبة إن شاء الله، وربنا يخليك لينا ويحفظك لينا. يمكن المرة دي العيد عملنا لك وجع وش، يمكن العيديات كانت بتجينا من ناس ثانيين، لكن المرة دي هي بيت ملزمة إن هي توزع لكل واحد فينا عيدية. برضو من الحاجات الحلوة كنا متعودين عليه إنه أول ما تطلع من البيت بتمشي على جيرانك أول حاجة تعيد عليهم، وما بعد ذلك أكيد لكل الأهل ولكل الأحباب، وأكيد صينية الخبيز، وأكيد البسكويت والطقوس الحلوة اللي كانت بتجمعنا نحن في العيد. السنة دي يمكن جو العيد مختلف ومختلف جدا شديد، وطريقة إنك تعيد كل زول عيد بطريقته الخاصة جوا بيته. في ناس كثيرة لا اعتمدت الطقوس الأساسية اللي هو اللبسة الجديدة واللي هو تعليق الستائر وفريش الملايات، الحاجات اللي كنا نحن متعودين عليها في كل عيد الناس كثيرة عملتها، وفي ناس لا فضلت إنها تنوم تقعد جوا بيتها أكيد، وما ما تحسس نفسها إنه أكيد في تعب أو في حاجة أو كده. لكن إذا العيد ما جاء بتبع وشقة وقصة صحية الصباح وسماع التكبير والتهليل ده ما اسمه عيد. إحنا سعيدين في فقرة عافيتك إنه تكون معانا دكتورة وفاء عمر، وأكيد موضوعنا إنه كيف نفرح بالعيد في ظل الظروف الحالية. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك وكل سنة وأنت طيبة دكتورة. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستهل الاستكاف في أني أدواتكم الطاهرة بإسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والشعب السوداني بخير، وربنا إن شاء الله يعود علينا الأيام وجائحة كورونا دي تكون انتهت من العالم كله، والسودان يكون حقق حلمه بالتغيير إن شاء الله وبعهد جديد. أنا عايزة أقول إنه الفرحة في حد ذاتها هي شعور داخلي في الإنسان، يعني ما بيتطلب إلا إنك أنت تكون قاعد جوا البيت ولا مارق بر البيت. فالفرحة بالعيد دي حاجة يعني أوجب علينا الدين الإسلامي، وإحنا ذاتنا عاداتنا وتقاليدنا في إنه إحنا نفرح بالعيد دي موروث بتاعنا، يعني إحنا بنحاول دائما نتهيأ للعيد ده بتحضيرات وتجهيزات تدخل الفرحة عندنا. فالفرحة بالعيد هي شعور داخل الإنسان، فمن داخل الأسرة ذاتها من غير ما نمرق، من غير ما يعني نمرق برا أو من غير ما نعرض نفسنا للمخاطر بتاعت الإصابة بكورونا، المفروض إنه إحنا نفرح جوا بيتنا بكل الحاجات. يعني المفروض نصحى الصباح بدري، نقوم بنفس الطقوس حقتنا، نلبس ملابس العيد ونلبس أولادنا ملابس العيد، ونقدم لبعض جوا الأسرة التهنئة، ونحاول نعمل يعني فيديو كول مع أقاربنا اللي جوا السودان وبرا السودان، والناس تتصور وبعد ذاك التهليل والتكبير بتاع العيد. وحتى إحنا جوا البيت نفسنا إنه إحنا نحاول نعمل برامج لنفسنا ذاتنا، والأسرة ذاتها كلها كل واحد يقدم مبادرة من عنده كيف يدخل الفرحة والسرور في نفس الأسرة كلها. صحيح. ونتجنب الكلام السلبي وما نسمعه لأولادنا إنه ده عيد شنو ده والعيد ده شنو غير كده وإحنا قاعدين في البيت ومحبوسين وكده، لا، ونحاول إنه نخلق جو مختلف عن جو رمضان والروتين اللي كنا بنمارسه في رمضان، نحاول نعمل فرق ونقلة يعني في حياتنا. صحيح. في الأخير نرجع نقول الفرحة دي حاجة جوه الزول ذاته هو اللي بيعملها، ما بنحتاج إنه إحنا يعني إلا نمرق برا البيت عشان يكون في فرحة بالعيد. العيد ده هو أصلاً فرحة، هو فرحة. صحيح. بدليل لما نلاقي زول ونكون بنحبه بنقول له ملاقاتك عيد، يعني من كتر ما احنا بنكون فرحانين بشوفته
فالعيد دي ففرحة العيد دي حاجة تتجاوز حدود المكان وتتجاوز حدود البيت يعني بتخلي الزول يحلق في عالم تاني أو في 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 يعني له قدسيته الخاصة عندنا. صح. في نفوسنا. صح. ودائما الفرح لما يكون فرح جماعي بيضغو على الفرح الشخصي. نعم. الناس كلها فرحانة في العيد فغصبا عننا بنلاقي نفسنا احنا ذاتنا الفرحه بتاعتنا اللي جوا دواخلنا دي بتكبر شديد بمناسبه العيد. صحيح. نعم دكتوره وفاء بكل تاكيد، ويمكن الشريحه الاهم واكيد حرصها على فرحه العيد هم الاطفال، وبطبيعه الحال كل الاطفال هسه حاليا الطقوس اللي كانوا متعودين عليها كلها يمكن انحصرت بشكل او باخر، فكيف نحن نقدر نحسس اطفالنا وهم جوا البيت انه لسه الاجواء لا تزال زي ما هي وانه العيد هو فرحه بكل تاكيد؟ الأطفال عموما بتأثروا نفسيا والمود بتاعهم بمود أبهاتهم أوكي؟ والطفل بيفرح بأقل حاجة. نعم. يعني حاجات بسيطة جدا ممكن يعني الأم والأب يعملوها في البيت ممكن إنه تخلي الأولاد يكونوا فرحانين. أول شيء الملابس ذاتها بتاعت العيد، يعني أنا لازم يعني مثلا ألبس أولادي لبس جديد ودي ملابس العيد وأحضرها يعني أحضرها ليوم وأخدتها وكده، فاللبس ذاته إنك أنت حتلبس حاجة جديدة دي يعني في حد ذاته. الشيء الثاني ممكن أنا أعمل هدايا بسيطة كده مع كل واحد فيهم، أقول له خلاص أنت أدي أخوك ده هدية أدي أختك دي هدية غير البرامج ذاته، يعني نقعد نتشارك في حاجات معينة مثلا في مشاهدة الأفلام معينة ممكن عبر اليوتيوب، نتكلم مع 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 أقاربنا يعني مع حبوباتهم مع جدهم بالفويس كول يعني، ونوريهم عين ملابسهم حلوة كيف والتعليقات الجميلة اللي بترفع المعنويات دي. يعني لما نتشارك ذاته في وجبة معينة أوكي نقعد كلنا في السفرة ونعمل لهم الأكل اللي بيحبوه، الحاجات دي كلها بتدخل في نفسهم. شو الأطفال بيتأثروا جدا بالأب والأم، الأب والأم لو قعدوا قالوا لهم تعالوا نلعب مع بعض لعبة بيكونوا مبسوطين أكثر من ما إنهم يمشوا الملاهي أو يمشوا في لأي مكان تاني. لما الأب والأم يعني يدوهم كمية من الاهتمام والعاطفة وفي اليوم ده ده ذاته والتعزيز والتشجيع ويتكلموا معاهم عن نفسهم انهم هم مثلا فرحانين بهم وفرحانين بالعيد، الشعور اللي بيكون موجود عند الاب والام بشكل تلقائي بدون اي جهد بينتقل للاطفال. صحيح. فلازم الاب والام هم اللي يكونوا مشبعين بالفرحه بتاعت العيد تلقائيا هي بتمشي لاطفالنا. إذا كان في الأسرة كبيرة شوية يعني مثلا ساكنين هم مع أعمامهم مع خيلانهم في نفس الحتة ممكن يجهزوا حلويات بسيطة وكده ويمشي يوزعوها على أطفال العيلة. على الحاجات البسيطة جدا ممكن تكون فرحة أكبر من إني أنا أخذهم وامشي أوديهم حتة بعيدة أو أوديهم الملاهي أو أوديهم كده. حلو، شكرا جزيلا لك دكتورة وفاء عمر، كنت الليلة ضيفة معنا عبر الهاتف وإن شاء الله ربنا يعاد عليك عيدنا بكل الصحة وبكل البركة. تسلمي يا ستي واهلا وسهلا بكم، وانا كنت اكيد سعيده بالاستضافه ومقابله الشعب السوداني، اعيد تهنيتي لهم، ربنا ان شاء الله يديم علينا دائما الرخاء والصحه والعافيه، ومع السلامه وشكرا لقناه سودانيه 24. شكرا جزيلا، كانت معنا عبر الهاتف في فقره عافيتك دكتوره وفاء عمر، واكيد موضوعنا كان انه يعني كيف نقدر نفرح اطفالنا في ظل الظروف اللي احنا مارين بها، واكيد استقبالنا لعيد الفطر المبارك.